أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حوار مع طبيب. النهاردة مع دكتور صبري السايس، دكتوراه واستشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي. هنكمل سلسلة حلقتنا النهاردة بموضوع كبير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت صغير جدا لو اكتشفناه في بادئ الأمر وتعالجنا بيه العلاج الصح. موضوعنا بيسيب الراجل الكبير والسيدة الكبيرة والطفل الصغير والشاب والشابة، وكل بيت وكل أسرة في هذا الموضوع. وللأسف الشديد بنلجأ لطبيب المخ والأعصاب في نهاية المشوار، لكن مفروض نبدأ بطبيب المخ والأعصاب في بادئ المشوار. موضوعنا النهاردة هيكون عن الدوار أو الدوخة. النهاردة هيكلمنا باستفاضة كبيرة جدا عن هذا الموضوع الدكتور صبري السايس. برحب بحضرتك يا دكتور في برنامجنا النهاردة في الحلقة الشيقة إن شاء الله الجميلة اللي كلنا كنا منتظرينها وبنستناها من حضرتك، اللي هي الدوار. أهلا بحضرتك. شكرا. لو بدينا موضوعنا وتكلمنا عن الدوار وقلنا أو مفهومنا العادي الدوخة، هنقول فيها إيه أو هنعرفها إزاي للمشاهد دلوقتي؟ يعني ايه الكلمة بمعناها اولا؟ يعني هي الدوخة طبعا كلمة مطاطة. هو طبعا الدوخة عرض في البداية مش مرض، هو عرض ممكن يبقى عرض لأمراض كتير جدا. تمام. الدوخة كلمة بتحمل يعني مصطلح من استخدامه بيحمل اكتر من معنى او اكتر او باحساس باكتر من معنى. اولا ممكن يبقى اللي هو معنى اللي هو الدوخة احساس بالاغماء، فقد الاتزان، أيوه. الاحساس باللي هو عدم التوازن، الاحساس ان دماغي خفيفه، ان دماغي على العكس دماغي تقيله، ناس تانية تقول انا حاسس ان انا دماغي تقيله. هو مجموعه من الاحاسيس احيانا بيصعب حتى اللي هو يعني التعبير عنها. المريض بيصعب ان هو يعبر عنها، هو بيحس ساعات ان هو كانه عايم، شخص كانه عايم في الهواء. فهو سنس اوف لايتنس او الاحساس بان هو يعني تغير في تغير في الشخص في او اللي هو المحيط اللي حواليه، ده بنسميه الدوخه. الاحساس بالاتزان طبعا او الاحساس بالاغماء ده جزء مهم او مصطلح يعني جزء مهم في التعريف يعني. وفي فرق طبعا زي ما حضرتك اشرت كده ما بين الدوخه وما بين الدوار. الدوار يعتبر جزء من الدوخه، يعني هو الدوار هو دوخه او مفهوم خاطئ او مفهوم اصلا كاذب او احساس كاذب بان الشخص بيتحرك او المحيط اللي حواليه بيتحرك. يا اما انا بلف احس ان كل الاشياء حواليه بتتحرك، او الاشياء اللي حواليه بتتحرك، بالظبط الحيطه بتتحرك، أيوة. الارض بتتحرك، السقف بيلف، او انا نفسي بلف كاني نازل من مرجحه واللي هو عمال الف اصلا حوالين نفسي. فهو الدوار هو احساس بالحركه او احساس خاطئ او كاذب ان انا اللي هو الشخص او المحيط اللي حواليه بيلف او يتحرك. تمام. طب يا دكتور عشان نقول يعني المريض ده او الشخص ده عنده دوار، بتظهر عليه اعراض ايه بالظبط كده عشان نقول ان هو عنده فعلا دوار؟ هو طبعا بالاضافه للاحساس بيه اللي هو الدوخه اللي هو احساسه بالاغماء او ان هو هيقع او ان اتزانه مش مظبوط او ان دماغه خفيفه، بيصاحبها اعراض تانية منها القيء او الغثيان. أيوه. منها طبعا اللي هو الشحوب والاحساس بالارهاق، منها الصداع الشديد احيانا، ممكن منها طبعا الاغماء الكامل. يعني الدوخه ممكن تسبق اللي هو الاغماء الكامل، وان مثلا يحس ان الدنيا اسودت او اللي هو ان العالم حواليه خلاص الصوره اسودت، وبعدين يحصل اغماء. ففي اعراض طبعا المصاحبه للاحساس بالدوخه اعراض كتيره جدا. تمام. طب لو اتكلمنا قلنا عن الدوخه او الدوار بمعنى اوضح ان دي لها اعراض كده معينه، لكن في مفهوم تاني خالص انا عايز حضرتك توضحه لي دلوقتي حالا لاي مشاهد بيشوفنا ويسمعنا. ايه الفرق هنا ما بين ان انا مريض دوخه او دوار وما بين ان انا انسان حاسس بحاجه تانية خالص؟ يعني لان هي عايزه اعرف المشاهد دلوقتي انها انواع، الدوار او الدوخه انواع، انواع كتير جدا. فحضرتك توضح لنا تقول لنا ايه في النقطه دي؟ والله انواع الدوار اصلا او انواع الدوخه انواع كتير جدا، منها اللي هي الحاجات البسيطه اللي هي خاصة مثلا بضعف في اللي هو الحديد او نقص في الحديد والانيميا، لحد اللي هو اسباب مثلا ممكن توصل لحد السكتات الدماغية والاورام في الخاصة اللي هو بالعصب، بالاعصاب اللي هي اللي بتنقل السمع والاتزان، زي العصب المخي الثامن، او اللي هي مثلا السرعة
احيانا بيبقى سبب. يعني في انواع حضرتك بتقولي كده للدوار، في حاجه اسمها اشهرهم على الاطلاق هو الدوار الوضعي الحميد. الدوار الوضعي الحميد ده دوار بيحصل نتيجه لتغيرات مفاجئه في حركه الراس، تمام. الراس بس، يعني لو شخص بيشتكي يجي يقول مثلا وانا بتقلب في السرير من ناحيه لناحيه بحس بالدوار، انا بحرك مثلا رقبتي يمين او شمال مره واحده بحس بالدوار، ست في المطبخ مثلا بتجيب حاجه من الرف بترفع راسها لفوق بتحس انها داخت او حصل لها دوار، واحد بيصلي وجي يوطي اصلا وبعدين واثناء الصلاه بيحس في اثناء السجود او اثناء التوطيه بالدوار، هو دوار خاص بيه بالحركه بتاعه اللي هو المفاجاه للراس، هو طبعا بيحصل فيها الاحساس بالدوار مع الاعراض التانية الغثيان والاحساس بالشحوب واللي هو الاغماء والقيء، كل ده وارد معاه يعني. وطبعا بيصاحبه كمان اللي هو ما يسمى بخوف التوقع، خوف التوقع ان المريض اول ما تجيله نوبه زي دي بيبقى قلقان وخايف ان هو قاعد هيقع مستني ان النوبه دي هتيجي صحيح، في اي وقت حتى لو هو سليم وكويس. فبيبقى اصلا اي حركه بيعملها بعد كده بحساب، بيبقى خايف من اللي هو ان هو ان النوبه دي طبعا لانها بتبقى نوبه مزعجه جدا، نوبه اللي هو الدوار او الدوخه، وبتسبب للشخص باحساس غريب هو عمره ما مر بيه قبل كده، فبيبقى خايف ان هو ان النوبه دي تتكرر في اي وضع، بيبقى خايف ينزل، خايف يسوق، خايف تجيب حاجة في المطبخ، بيبقى له شخص مقيد يعني مقلق على طول من مقلق كل طول الوقت، حاجة. مقلق من كل شيء. طب دكتور حضرتك بتقول الدوخة بتيجي للإنسان وهو بيوطي يصلي بيجيب حاجة من فوق، مثلا من جنبه اليمين من جنبه الشمال بيتقلب على السرير، في بقى نوع تاني خالص غريب قوي اللي هو اللي أشهرهم وأصعبهم قوي على المريض، اللي هو بيقول لك الأوضة بتتقلب كلها بيا وأنا موجود على السرير، ده سببه ايه في رأي حضرتك وازاي يعني نتلاشى الموضوع ده مع مريض الدوار او الدوخة؟ هو زي ما قلت لحضرتك في انواع كتير جدا من اللي هو من اللي هو الدوار او من الدوخة، اشهرهم زي ما قلنا اللي هو الدوار الوضع الحميد ده اكتر سبب، بيجي وراه سبب تاني زي اللي هو دامنير. دامنير ده بيبقى فيه تراكم للسوائل داخل اللي هي الاذن اللي هي الداخليه، ونتيجه لتراكم السوائل ديت بيحصل اللي هو الدوار المصحوب بيه اللي هو القيء والغثيان، وممكن فعلا اللي هو المريض يحس ان اللي هو ان الاوضه بتتشقلب بيه بالظبط كده. بيبقى اصعبهم، ولكن طبعا اهمهم واخطرهم هو اللي هو صعوبه او ضعف الدوره الدمويه المخيه، ده اهم سبب من اسباب اللي هو الدوار، ان يعني الدم المتدفق للدماغ ما بيبقاش بكميه كافيه، بيبقاش كافي ان هو واصل، فبيحس المريض بهذا الاحساس اكيد طبعا. طيب احنا اتكلمنا عن بعض، هنا عايزين نقول امتى المريض بيروح او مثلا بيزور الطبيب عشان هو حاسس بكل الاعراض دي، في اول الموضوع ولا بياخد مثلا بيستنى على نفسه شويه، ولا ايه الوضع مع حضرتك؟ يعني المفروض ايه اللي يحصل بالظبط؟ هو المريض بيشوف اذا حصل التحسن للدوار ده فبيصبر شويه، لكن لو هو شايف ان الدوار ده بقى بيتكرر بسرعه اكتر من مثلا الاول، بقى اصلا بياخد مده طويله، ما بقاش اصلا بياخد ثواني، بقى بياخد اصلا فتره طويله، اذا كان الدوار ده مصحوب باعراض تانيه اهمها طبعا اللي هو مثلا صعوبه في الكلام، صعوبه في المشي، تنميل في الوش، تنميل في اليدين، إذا كان في قيء مستمر، ضعف في السمع، كل ده أعراض بتخلينا لازم نتحرك بسرعة ونلجأ للاستشارة. أكيد طبعًا. طيب دكتور إحنا قلنا يعني إمتى بنروح للطبيب وإمتى نزور الطبيب، لكن أكيد أكيد الدوار ليه أسباب وأسباب كبيرة، وعايزة أعرف من حضرتك أسباب الدوار بكل مفهومها، وده هنسمعه من حضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور صبري السايس، دكتوراه واستشاري المخ وامراض المخ والاعصاب والامراض النفسيه. كنا قبل ما نطلع فاصل بنسال سؤالنا المهم جدا، اسباب الدوار عامه كلها ايه، وده اللي هيجاوبنا عليه دلوقتي دكتور صبري. بنرحب بحضرتك مره ثانيه دكتور معانا. اسباب الدوار يا دكتور لو عرضناها دلوقتي قدام المشاهد هنقسمها ازاي وهنقول اسبابها عامه كلها ايه؟ والله طبعا هو سؤال كبير جدا السؤال ده، بس احنا هنحاول نبسطه، ان في اسباب بتبقى
بسيطة جدا لأسباب خطيرة جدا. يعني الدوخة ده عرض لحاجة ممكن تبقى بسيطة جدا وسهلة جدا، وممكن تبقى عرض لمشكلة كبيرة جدا. طبعا الأسباب المشهورة طبعا اللي هو ممكن التهاب الفيروسي للأذن الداخلية. الأذن الداخلية دي واحدة من منظومة الاتزان في اللي هو الإنسان، فالتهاب الأذن الداخلية يؤدي برضو للدوار والدوخة. التهاب الفيروسي للعصب الثامن، العصب المخ الثامن اللي هو العصب اللي بينقل اللي هو الإحساس بالاتزان من الأذن الداخلية للجذع الدماغ والمخيخ. لو حصل فيه التهاب برضو ده بيؤدي لإحساس بالدوار. في طبعا كمان اللي هو الصداع النصفي. الصداع النصفي ناس كتيره بتتخيل ان الصداع النصفي من اعراضه بس اللي هو ان يبقى في الم في ناحيه من ناحيتين وخلاص، لكن من اعراض اللي هو الصداع النصفي اللي هو الدوار المستمر ممكن يجي حتى بدون احساس بصداع، او يجي باحساس بصداع مع طبعا حساسيه في الضوء والصوت. السرعه، السرعه في نوبات للسرعه بتيجي بصوره اللي هو دوخه واغماء. الشخص بيغمى عليه او بيدوخ لمده من دقيقه لثلاث دقائق، ويبقى السبب هو لخبطه في كهربيه الدماغ، ونحتاج طبعا لعمل رسم مخ واستخدام اللي هي الادويه المثبطه لزياده الكهرباء المخيه. في اسباب تانية اكثر خطوره طبعا هي ضعف الدوره الدمويه المخيه، أكيد. وده من اهم واشهر الاسباب هو ضعف الدوره الدمويه المخيه. ممكن تبقى الدوخه عرض لبدايه السكته الدمويه او الجلطه الدمويه. فمهم جدا طبعا اللي هو ما يحصل اللي هو الدوخه، او ان الدوخه تتكرر او تقعد لفتره طويله، او يصاحبها اعراض زي ما قلنا اللي هي خاصه بصعوبه الكلام او المشي او اللي هو التنميل في الايد او الوش، لازم ناخد بالنا دي ممكن تكون مقدمه للسكته الدماغيه. طبعا في اسباب تانية متعلقه بالمخ زي مثلا مرض الشلل الرعاش او مرض باركنسون، وده فيه بيبقى فيه صعوبة في الاتزان، بيبقى فيه صعوبة في الحركة. طبعا بيبقى فيه ممكن المريض يقع لورا او لقدام. في التصلب المتعدد او التصلب المتناثر ممكن يعمل اللي هو الموضوع ده. فيه طبعا اللي هو ما يسمى بضغط الضغط، ضعف الضغط الانتصابي، ان شخص مثلا نايم او مستلقي على ظهره وبعدين مثلا قام مرة واحدة يوم فجأة. ما هي فجأة دي المشكلة بقى اللي احنا دي احد الاسباب. اكتر وقت ممكن يحس فيه المريض بالدوار الجامد قوي الوقت اللي بيقوم فيه على السرير لسه قايم ويقوم على طول كده. فاحنا بنقول لاي مشاهد دلوقتي المفروض يعني ان احنا بنقول له اي انسان طبيعي بيقعد على السرير مثلا لمده دقيقه على الاقل وبعد كده يقوم يتحرك. كلام يعني حضرتك مظبوط، كلام حضرتك مظبوط، اكيد. لان بنقوم كده على السرير نمشي على طول، ده لاسباب مش الدوار بس، لا لاسباب تانية ترتبط بالمخ والاعصاب والكلام ده خطر. يعني احنا المفروض بنقعد الاول مثلا دقيقه بعد كده بنقوم نتحرك من على السرير. بالفعل اثناء الاستلقاء بيبقى تقريبا معظم خاصه عند السيدات بيبقى اللي هو معظم الدم متحوش في الاطراف بالظبط كده، فاللي هو الشخص لما يجي يقف اصلا بيحصل ان اللي هو الدم اللي وصل للدماغ كميته قليله، فبيحصل اللي هو السقوط. ممكن الشخص اصلا يقوم يجي فجاه واقع دوخه وبعدين وقوع نتيجه لان الضغط بتاعه يبقى اصلا اثناء الوقوف كميه الدم اللي وصل للدماغ بتبقى كميه بسيطه. اكيد، لان هو فعلا الحركه المفاجاه دي من السرير للقومان على طول، وفعلا ده ساعتها بيبقى كل الدم مترصف في الاطراف وده محدش بيبقى عارفه، بيقوم على طول يمشي يتحرك. بفتح الباب بسرعه، التليفون بيرن، مش عارفه ايه كلام ده كله. فده بيأثر فعلا تأثير سلبي على المريض. فهنا طيب احنا لو انتقلنا بقى من الدوار بانواعه باعراضه بكل اسبابه، دوار تاني خالص ونوع تاني خالص اللي احنا بنسميه بدوار البحر، حضرتك هتقول لنا في النقطة دي ايه؟ هو دوار البحر طبعا هو احد اللي هو انواع الدوار الحركي، ممكن يتم في البحر وممكن يتم حتى في السيارة او العربية. لو انت راكب عربية وبتحرك بيها، راكب قطر وبتتحرك بيه، راكب طيارة والطيارة بتتحرك. فده بيسموه الموشن سيكنس اللي هو بيحس فيه اللي هو الشخص ان هو دايخ، يحس فيه بعرق شديد، يحس فيه ان هو اصلا مش قادر ياخد نفسه، يحس فيه بدوخه، بيبقى فيه قيء احيانا. وده اصلا سببه هو لخبطه او خلل في منظومه اللي هي الاشارات اللي بتوصل للدماغ. احنا عارفين منظومه اللي هو التوازن اكتر من عضو بيشارك فيها، اللي هو الاذن بتشارك فيها، العين بتشارك فيها. فاثناء اللي هو دور الحركه ده العين بتبقى شايفه ان الصوره ثابته، ولكن الاذن بتشعر ان اللي هو البني ادم بيتحرك.
فبيبعتوا اشارات، واحد بيبعت اشاره ان اللي الدنيا ثابته، وواحد تاني بيبعت اشاره لا ان الدنيا بتتحرك. فالخلل ده في الاشارات الواصله لجذع الدماغ والمخيخ تؤدي الى الاصابه بالدوار اللي هو الدوار الحركي، سواء دوار البحر او سواء اللي هو الموشن سيكنس في المواصلات، في سواء الطياره العربيه او مثلا في القطر، كل ده اصلا هو نوع واحد اسمه الدوار الحركي. طيب من ضمن الدوار الحركي يا دكتور في برضو نقطه مهمه جدا انا عايزه اوضحها مع حضرتك، دوار الادوار العليا. يعني في مريض او في انسان عادي، مش هنقول مريض لان احنا قلنا ده مش مرض ده عرض، ده بيبقى مثلا واقف الدور ال 11 ال 12 ال 14، في فرق النهارده بين واقف الدور ده وبين واقف الدور الثاني الثالث الرابع، كل ده ما بيحسش بالوضع ده غير لما يقف في الادوار العليا. طبعا ايه بقى حضرتك، ايه معنى الموضوع ده؟ عايز اعرف. طبعا اللي هو الشق ده اذا كلام حضرتك مظبوط، هو بيرتبط اللي هو الاحساس بالدوار في الادوار العليا الحاجتين شقين. الشق الاولاني ان نقص بيحصل فيه نقص الاكسجين داخل الدم، وبالتالي اللي هو الاكسجين اللي وصل للدماغ برضه بيبقى قليل فبيحصل اللي هو الدوار. والشق الثاني اللي هو ممكن يبقى معاه اللي هو خوف او اللي هو اضطراب الهلع من اللي هي الاماكن العاليه. والقلق واللي هو الخوف ده احد اهم واشهر الاسباب الخاصه بالدوار. يعني اللي هو الاسباب الخاصه بالدوار بنقسمها لاسباب عضويه واسباب نفسيه. اشهر سبب للاسباب النفسيه للدوار هو القلق والتوتر او اللي هو المخاوف، سواء مخاوف من اللي هي الادوار العاليه، سواء مخاوف من الارتفاعات، كل ده يعني السبب هنا شقين، شق خاص باللي هو الناحيه النفسيه والشق اللي هو الخوف. الخوف والشق الثاني بنقص اللي هو مستوى الاكسجين في الدم، لما نقص الادوار العليا الدماغ بيبقى مستوى الاكسجين برضه قليل. بس ده بيحصل برضه عند ناس معينه، مش كل الناس، مش كل الناس يعني في ناس بتقف في الادوار العليا ودول اكثر عرضه ان يحصل موضوع دوار زي حضرتك ما ذكرت كده، يبقى سببه قله الاكسجين اللي هتوصل للدماغ او القلق او التوتر او الخوف من المكان بالزبط. اللي هو العالي خالص، بيحس ان هو فوق خالص والناس كلها تحت قليله بالنسبه له، فده اللي بيحسسه الاحساس ده. طيب دكتور احنا هنوصل لحاجه مهمه بس هنسمعها مع حضرتك بعد فاصل، تشخيص، ودي نقطه مهمه واهم عندي من العلاج، ازاي بنشخص ان الانسان ده عنده دوار او دوخه. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور صبري السايس، دكتوراه واستشاري المخ والاعصاب والطب النفسي، في تشخيص مرض الدوار او الدوخه، وهنعرف نشخص المرض ده ازاي مع دكتور صبري. برحب بحضرتك مره ثانيه يا دكتور. وقبل ما نطلع فاصل كنت بسال حضرتك عن التشخيص، كيف يتم تشخيص هذا العرض او المرض زي ما بنقول؟ هو زي ما قلت لحضرتك اصلا الدوخه هي عرض لامراض كثيره جدا. فبالتالي الاسباب كتيره جدا. فالتشخيص بيبقى مختلف على حسب اللي هو السبب. طبعا لازم في البدايه ناخد اللي هو التاريخ المرضي بصوره دقيقه من اللي هو المريض، معرفه كافه الاعراض اللي بتصاحب الدوخه، هل بس اللي هو في ضعف في الاتزان او صعوبه في الاتزان بس، ولا في اعراض تانيه، وخاصة الأعراض الخاصة باللي هي الدورة الدموية المخية اللي هي ذكرناها ومنأكد عليها تاني، اللي هي التنميل في الإيد أو الوش أو اللي هو صعوبة الكلام، صعوبة المشي، القيء المستمر، كل ديت اعراض بتخلينا نتجه ان الموضوع قريب للي الناحيه او الدوره الدمويه المخيه. فلو كان السبب هو ضعف الدوره الدمويه المخيه بيبقى غالبا اللي هو الفحص بيبقى المطلوب. ممكن نعمل اشعه دوبلكس على شرايين الرقبه، بنعمل مثلا رنين مغناطيسي او تصوير باشعه مقطعيه للمخ، ونشوف هل في فعلا اصلا اثار لضعف الدوره الدمويه موجوده في الفحوصات دي ولا لا. لو كان السبب مثلا هو النوبات الصرعية فلازم برضو نعمل فحص اللي هو الخاص برسم المخ والتصوير برضو بالرنين المغناطيسي. لو كان السبب مثلا التهاب الأذن الداخلية وكده، فنحن نطلب حاجة اسمها اختبارات الاتزان.
اختبارات الاتزان دي مجموعة من الاختبارات بيقوم بيها اللي هو طبيب السمعيات، مش طبيب الأنف وأذن، طبيب السمعيات اللي هو الخاص بالأذن الداخلية والاتزان. مجموعة من اللي هو الاختبارات بتتم أصلا من استثير فيها اللي هو المريض إن هو يحصل فيه اللي هو الدوار أو اللي هو اضطرابات الحركة بتاعة العين النستجمس وكده، ونشوف اللي هو الأسباب إيه. هل الأسباب ناحية اللي هو الأذن، ناحية العين، ناحية الدماغ؟ لأن طبعا اللي هو منظومة الاتزان في البني آدم موجود فيها أكتر من عضو أكيد على طبعا رأسهم المخ. أكيد. طب يا دكتور، في حاجة بتحصل كده غريبة وتكاد تكون هي دي اللي بتأخرنا في علاج الدوار، اللي هي إيه؟ النهاردة أنا حسيت إن أنا عندي دوار النهاردة وبكرة وبعد بكرة، فطيب ده أنا حاسس إن أنا ضعيف، عندي ضعف، لا ده أنا أصل أنا كنت بعمل دايت، لا أصل أنا بحس بألم في ودني، كل الكلام ده كله بيأديني أنا شخصيا كمريض، بعمل إيه بقى؟ ببدأ أروح لطبيب البطن الأول، أخدت منه شوية علاج ما نفعش العلاج، رحت لطبيب العيون، رحت لطبيب الأسنان، رحت لطبيب مش عارف، كل المجموعة دي مع احترامي للجميع طبعا أطباء في تخصصاتهم، ممكن يعني المرض ده أو العرض ده بمعنى أوضح يتعالج مع مريض البطنه لسبب مثلا مهم، ان صوره الدم مثلا مش كويسه مش مظبوطه، فبياخد علاج فالمريض بيتحسن خلاص. دكتور الانف والاذن له دور طبعا ان هو بيبدا يعالج المريض على حسب لو في التهابات في الاذن الداخليه او زي حضرتك ما اوضحت الدكتور السمعيات والكلام الاتزان وكده. لكن انا عايزه اختصر الموضوع ده، الانسان اللي بيحس بدوار المفروض مبدئيا اول خطوه ليه في العلاج تكون ايه عشان نختصر بس الوقت، حضرتك هتقول لي ايه؟ والله زي ما حضرتك اشرت كده، مهم جدا ان اللي هو الدوخه او الدوار ده ما يتحولش من اللي هو الدوار الحاد او ايوه الدوخه الحاده للدوار المزمن. هو لو بالظبط مر كده. شهر شهر بس على اللي هو الاصابه بالدوار المتكرر بيتحول من دوار حاد لدوار مزمن. فاللي هو المريض اللي بيتنقل ما بين اللي هو الاطباء من تخصصات مختلفه وخد دواء من ده وخد دواء من ده، ده ده نفع حقيقي ده وده ما حقيقي. ينفعش وكده. والله هو يفضل ان هو طبعا يروح للي هو لطبيب المخ والاعصاب لانه الاقدر على توجيهه. لو كان السبب مرتبط بالمخ او كان السبب مرتبط بالاذن او كان حلو. السبب مرتبط بضعف في الدوره الدمويه ككل، فهو اللي في ايديه كل اللي هي الخيوط، اللي في ايديه ان بالظبط هو كده. عارف كل اللي هي المشاكل. حتى لو طبيب اسفه يعني المقاطعه، طبيب المخ والاعصاب لقى الموضوع بسيط وهو مثلا من طبعا الاذن داخلي بس، هيقول له انت هتلجأ لطبيب انف واذن هو الموضوع علاجك بسيط، معاه والموضوع بسيط جدا. وللاسف اصلا الاسباب بتاعت اللي هي الانيميا او اللي هو فقر الدم او اللي هو التهاب الاذن الداخلي هي اسباب بسيطه، مش اسباب مش هي الاكثر مش الاسباب الاساس. شيوعا للدوار. ولكن العامه او معظم الناس بيعرفوا ان هو الدوار ده يخيب نقص انيميا ما يبدا هي يروح ده بقى. المعتاد، ده المعتاد. احنا بنقول للمريض او الانسان العادي اللي هو بيعمل دايت تمام، بيحصل له دايما موضوع الدوار اوريدي، أكيد مهما مشي على نظام وادويه وغذاء معين بيتعرض لازم لنوع من انواع الدوخه، او نقول الدوخه بقى مش الدوار، في اثناء فتره الدايت. أكيد طيب هل هو ده سبب رئيسي ولا ممكن يبقى سبب بس جزء من الاسباب لا، بتاعت ده الدوار؟ أحد الأسباب الفرعية مش الأسباب الرئيسية. الرئيسية جزء يعني حاجة فرعية مش رئيسية. جزء فرعي مش جزء تمام، رئيسي عشان يعني. برضه ايه ما يبقاش حجة الناس ان هي ما نعملش بقى الدايت وما لناش دعوة بدكاترة الدايت، ان انا بدخل بقى في موضوع دوار ودوخة، لا ابعد انا بقى، وتبقى زي ما بيقولوا ايه تسليقة بقى، نسبة بسيطة من اللي نسبة بيعمل بسيطة، دايت ده يحصل جزء عنده يعني دوخة، بسيط. جزء بسيط. طب دكتور، احنا اتكلمنا عن العلاج على حسب قلنا ما بنشخص المرض، تمام حدد السبب. حددنا السبب وقلنا نبدأ نتعالج ازاي. طيب حضرتك هتقول لنا طرق العلاج بقى ازاي مع هذا العرض لأي انسان في اي جزء من الاجزاء اللي احنا ذكرناها دي كلها، بنبدأ نتعالج ازاي؟ والله طبعا احنا بنحدد عبر الاسم المرضي، بنحدد اللي هو السبب، وقبل ما بنعالج بالادويه او ببعض اللي هي التمارين بننصح اللي هو المريض بان هو دايما يبعد عن الاوضاع اللي هي الخاطئه، ان هو ما يحركش رقبته مثلا او راسه بسرعه في اي اتجاه من الاتجاهات، انه حتى مثلا لو هيسجد او يركع لازم يبقى في بطء في النزول مش مره واحده.
حتى لما يجي يقوم مثلا من اللي هو من السرير ما يقومش مره واحده زي ما حضرتك اشرت قبل كده، لازم يقعد فتره علشان يبدا يقعد وبعدين يقوم، مش على طول يقوم، لازم يقعد فتره كده على طرف السرير وبعدين يتحرك. تمام. دي اللي هي النصائح العامه. طبعا اللي هو العلاجات بتختلف على حسب السبب، يعني لو في ضعف في الدوره الدمويه المخيه بناخد اللي هي الادويه الخاصه بيه اللي هي تحسين الدوره الدمويه المخيه وتحسين السيوله في الدم. لو اللي هو السبب اللي هو النوبات الصرعيه بناخد اللي هي الادويه المثبطه لكهربيه او اللي بتظبط كهربه الدماغ. لو اللي هو السبب صداع نصفي بنعالج اللي هو الصداع النصفي. لو السبب هو التهاب في الاذن الداخليه بنعالج اللي هو الالتهاب في الاذن الداخليه. لو التهاب في العصب الثامن، العصب المخ الثامن، بندي ادويه المثبطه للالتهاب ده وخاصه الكورتيزون. الكورتيزون بيحسن كتير جدا من اللي هو التهاب العصب الثامن. فهو مجموعه من اللي هي الادويه مرتبطه بالسبب، يعني السبب هو اللي بيحدد لنا احنا بنمشي في اي مسار في اي اتجاه. ما هو ده اللي انا كنت عايزه فعلا اوضحه مع حضرتك دلوقتي لاي عشان كده مشاهد. انا بشير لان الطبيب المخ والاعصاب هو الاقدر على التوجيه اي مسار. بالظبط كده. مواد الكورتيزونات عامه اللي صاحب هذا العرض بيرتاح لها جدا، فانا عايزه راي حضرتك في كل مواد الكورتيزونات اللي بتتاخد هباء كده سوري او عشوائي. الكورتيزونات عامه بتريح اي مريض، تمام؟ طبعا ايه دورها في مشوارنا ده يا هو دكتور؟ الكورتيزون دوره مهم لو كان السبب التهاب العصب الثامن او اللي هو جزء منه التهاب اللي هو الاذن الداخليه. مش اللي عندي دوار اخد كورتيزونات وخلاص، لا لا طبعا، حسب لا بقى. وعلى حسب السبب. وطبعا ايوه اللي هو المده مهمه جدا في وقت معين. يعني الاعراض اللي هي الخاصه بالمشاكل اللي بيعملها الكورتيزون هي نتيجه للافراط في الجرعه او المده الخاصة بيه. لكن اللي هو طبعا اللي هو الكورتيزون اللي بيتاخد تحت إشراف طبيب لفترة مؤقتة، ده طبعا الكورتيزون ليه فوائد كتيرة، منها طبعا لو كان السبب زي ما قلنا اللي هو التهاب العصب الثامن أو التهاب الأذن الداخلية، ده بيحسن كتير جدا من الدوار. بس طبعا مش برضه هو بيبقى اللي هو العلاج الوحيد، بيبقى فيه أكيد أدوية طبعا تانية يعني. أكيد. طب دكتور أنا هتنقل لحاجة تانية خالص في برضه نفس نمط الموضوع، اللي هي منظومة الاتزان، عايزة أعرفها من حضرتك بس بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل. هنتكلم في نقطة مهمة جدا اللي هي منظومة الاتزان أو التوازن. دكتور صبري هتقول لنا إيه حضرتك في هذه المنظومة؟ والله منظومة الاتزان دي بيشارك فيها في جمع المعلومات الخاصة بالاتزان اللي بتوصل للدماغ أو لجذع الدماغ مجموعة من الأعضاء، منها طبعا الأذن الداخلية، منها العين، منها السوماتوسنسوري او المنظومه الحسيه الجسديه اللي هي معلومات بتوصل من الجلد والمفاصل والعضلات. كل اللي هي المعلومات دي سواء من الاذن او العين او من المفاصل او اللي هي العضلات بتتجمع وتوصل عن طريق الاعصاب لمكانين مهمين في المخ اللي هو المخيخ وجذع الدماغ. وهنا بيتم فلتره المعلومات ديت وتصحيح اللي هي الاوضاع او الاحساس طبعا باللي هو الاتزان او عدم الاحساس بالاتزان نتيجه للخبطه في اي جزء من الاجزاء دي، سواء اللي هي المصادر اللي بتجمع المعلومات او الاعصاب اللي بتوصل للمعلومات او اللي هي الاجزاء اللي بتفلتر المعلومات. تمام. دكتور صبري احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك جدا جدا، وده للاسف طبعا لوقت البرنامج. كنا نتمنى نفيد الموضوع اكتر واكتر، بس احنا بنطمن كده كل مشاهد مع دكتور صبري السايس ان شاء الله مفيش حاجه اسمها دوار، مفيش حاجه اسمها قلق. وبنقول لحضرتك شكرا يا دكتور في نهايه الحلقه، والى شكرا. اللقاء في حلقه قادمه مع دكتور صبري، طبعا هيتكلم في موضوع جديد خالص ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، طبعا بنشكر دكتور صبري وبنشكركم على حسن استماعكم لنا، والى اللقاء مع دكتور صبري في حلقات قادمة ومهمة، انتظرونا.